السلام عليكم وأحييكم في قناتي Opinion on Discuss. اليوم حنصور من جوا غرفة علاج طبيعي في إحدى العيادات الطبية في ألمانيا. طبعا هاي المنصة اللي عليها الأغراض، حنشوف بعض العلب. طبعا هدول أشياء متنوعة، بقدرش أفتحها طبعا عشان يعني الخصوصية، بس حنصور اللي حنقدر عليه. مثلا هاي كريمات للجروح ولل العلاج أو الحروق أو أي شيء، أو اللي عنده أكزيما. طبعا هاي تعرفوا هذيك تبعت الريحة، لونها أسود المعطر. الثاني هدول الخشبية اللي بتنحط في التم. هون مقصات معقمة جاهزة أو ملاقط. أكتر ما هي كمان يفتحها مخاطرة، وهدول كمان كله معقم، لأنه صار إنه إحنا كمان هلا في عصر الكورونا، غير طبعا شاش بلاستر مطهر. هاي الإبر الصينية، طبعا في منها نوعين حنشوفهم تصين إن شاء الله، حاول أصور لكم إياهم بقدر. طبعا في واحدة طويلة وهذه قصيرة، الأزرق هو أقصر، ولا حفرجيكو. طبعا أكتر شيء الأحمر، لحظوا هاي قديش يمكن بيطلعش طولها سنتي ونص، الحمرة طولها 2.5 سنتي. بس هلا حتشوفوها بالمنظر العلبة تبعتهم، خلينا نطولها ونشوف كيف الوضع. حاول اصور لكم اياها قبل ما حد يجي. هون في العيادة ما في غير هالنوعين، نوع طويل ونوع قصير. طبعا هي عبارة عن طبعا مطهرة ومغلفة ومحطوطة في البلاستيك هاد، وهي عبارة هلا تشوفوها بس نطلعها، طلعوا احجام مختلفة. لأنها أغراض حادة وخطيرة، وإبر، هاي بس إبر، الإبر لازم تنكب في مكان معين، ما بتنكب في مع الزبائن العادية، لأنه إلها تصرف خاص، خوفا على الزبائن مثلا ما كمان إنه ينجرحوا فيها أو ينصابوا، أو اللي بس بتعامل مع الزبائن شوف لو كيف يهمهم كيف تبع الزبائن، خوفا إنه يمسكها. حنور أصور لكم كمان الغرفة قد ما بقدر. هاي السرير، هدول طبعا اللي بيحملوا عليهم بعلو عليهم التروفين اللي انتو شايفينه هون. هذا السرير اللي بنام عليه، وهذا طبعا الاكي تبعت الاغراض. غرفة بسيطة ما فيها اشي، طبعا كرسي الواحد بقعد فيه او بحط اغراضه عليه، بس ما فيهاش اشي اكتر من هيك. هاي هيك بسيطة، غرفة بسيطة بس الإبر الصينية أو العلاج الطبيعي أو أشياء بسيطة هيك للطوارئ زي ما بقوله. طبعا أنا بنتظر الطبيبة عشان تيجي هي اللي تحط الإبر الصينية، ما بصير أي حد ولا حتى المساعد، هي اللي بتيجي شخصيا ثواني بتحط لي إياهم وبتروح، بس المساعدة بتيجي تشيلهم. طبعا هلا حفرجيكم كيف الإبرة بتنحط. عادة الواحد بس شوف هيك بخاف، ولوه أكيد بتوجع، بس شوفوا قديش هي مرنة وخفيفة، كتير خفيفة يعني، طلع كنت سهل اني اطعجها، ومقاسها بسيط يعني ما بتدخل كلها، لا هي دوب الشعرة اللي بدخلوها. لما هذه 2.5 سنتي، والزرقة 1.5 سنتي، زي ما قلنا الحمراء 2.5، هيها ويا دوب بتدخل اولها نتفها. لاحظوا هي بتدخلها قدامكم، مش انها صعبة،
مسألة كبيرة، الواحد ممكن يطعجها. هي بس هيك وغز، يعني الواحد بحس زي نخزة إبرة، بعدين بسيطة خفيفة، يعني ما حد ما حسش فيها، وبس وبتركها تقعد تقريبا قد 20 دقيقة تقريبا. وأهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا.